مشاهدي بيت للكل اهلا وسهلا فيكم من جديد ومكملين في حوارنا وحديثنا عن الدراما في الوطن العربي وبدايتنا مع الدراما في فلسطين لربما في فلسطين تنحصر الدراما سواء كانت عربيه صنعت عن فلسطين او انها فلسطينيه الهويه تنحصر في شقين الشق الاول هو محاوله لتاريخ الحاله الفلسطينيه منذ النكبه حتى اليوم والحفاظ على الذاكره الوطنيه خوفا منها من عتمه الزمن والمحاوله الثانيه كانت بعيدا عن المحتل رصد العادات والتقاليد وحياه الفلسطيني اليوميه بتفاؤله بمحبته بكرهه برصد كل ما امكن من يومياته هذا الحوار مستمر وهذا الحديث مع ضيوفنا في هذه الحلقه الفنان حسين نخله ممثل ومشارك في العديد من الاعمال العربيه وشاركت ايضا في مسلسل مسلسل الاجتياح مع الفنان عباس النوري وايضا محليات مثل كافر اللوز واولاد المختار وغيرها وايضا ضيفنا بشار النجار وهو المؤلف ومبادر وصاحب تجربة في مجال الدراما وله العديد من الاعمال المحليه والتي عرضت على الكثير من الفضائيات مكملين عن واقع دراما في فلسطين لكن بعد هذا التقرير بدأت صناعة الدراما الفلسطينية تحبو في فضاء الفن مستمدة قوتها من زخم الحياة السياسية والإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني تواجه الموت الذي يزرعه الاحتلال كالفنيق الخارجي من رماد النكبات تبكي تارة وتضحك أحيانا مستندة إلى الامتداد العضوي للقضية الفلسطينية منذ نشأة التلفزيون الرسمي الفلسطيني تم وضع اللبنات الأولى لإخراج الدراما الفلسطينية بما يليق بعظمة الرواية التي تمثلها إلا أن معوقات الاحتلال وتدافع الأحداث الميدانية وقصر فترة التجربة الدرامية وعدم احترافية الكادر الفني المحلي جعل من انطلاقة الدراما متعثرة على أهمية المحاولات التي تم إنتاجها سيبقى التدفق الدرامي الفلسطيني يتصاعد بشكل عام مستمدا العزيمه من الاصرار الرسمي على دعم هذا السلوك الثقافي ومستنيرا بالتجارب الفنيه الفلسطينيه المبدعه في الدراما السوريه والمصريه والاردنيه اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مكملين هاي الفقره من فلسطين يعني استاذ حسين هذا التقرير وصف حاله الدراما وواقع الدراما في فلسطين ما تعليقك بشكل عام عن هذا الواقع يعني انا بشوف فيما يتعلق بالدراما عندنا بفلسطين ينقصها الكثير 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 اولا لوضعنا الفلسطيني الاستثنائي احنا نعتبر الدراما مقاومه او جزء من المقاومه طبعا للاسف الشديد لا يوجد لدينا شركات انتاج اي عمل درامي يجب ان يكون هناك شركه انتاج او راعي من اجل خلق وصناعه هذا العمل فبالتالي نحن نفتقر لشركات انتاج نفتقر لممولين ضمن هذا الاطار هناك معوقات كثيره ومعوقات اخرى لكن نحاول يعني بجهود الشباب اللي مثل بشار الطموحين ان نتجاوز كل هذه المعوقات من اجل خلق دراما فلسطينيه تنافس على المستوى العربي. اكيد يعني بشار ممكن لما بنتحدث عن الدراما في فلسطين وانت لك تجربه في هذا الصدد وبكل تاكيد يعني واجهت ما ما ذكره استاذ حسين على ارض الواقع من معرقلات. لماذا لم ترقى الدراما الفلسطينيه الى مستوى يعني ينافس اقليميا على الاقل اول شيء هو ما في ثقه للاسف في المجتمع عندنا في الدراما واقصد في المجتمع مش في الناس في اصحاب القرار سواء شركات او مؤسسات بغض النظر لدرجه انه لا زالوا اي عمل احنا طبعا كل سنه نرتقي في عملنا اما بالمعدات وبالاداء وبالقصه مستحيل والاستاذ حسين بيشاركني الراي انه احنا ولا ثبتنا عند مستوى كل سنه في عندنا مستوى مختلف متطور ومع ذلك احنا بنتغير ولكن الحكم علينا ثابت انتاج محلي يا عم لا احنا بطلنا انتاج محلي عن جد بنرتقي نحاول نطلع من من دائره الانتاج المحلي يعني احنا بنحاول وراح نضلنا نحاول ما في ما بنفقد الامل بس بدنا يعني بدنا حدا يكون معنا اكثر من هيك لانه الفن الفلسطيني يعني انا حتى الجيل الاكبر منا اللي هو عنده صار خبره عشرات السنوات بيكبر واحنا يعني برضه معنا بدنا نستفيد منهم من خبراتهم اضافه لشراكه ممكن عربيه مع شركة إنتاج عربية خلينا نأخذ منك بشار هاي النقطة ونتحدث فيها مع الأستاذ حسين إحنا لما بنتحدث عن فكرة الأعمال المشتركة ساهمت بشكل كبير في يعني زيادة ولفت الانتباه إلى الفنانين الفلسطينيين إلى أي مدى ساهمت هذه التجربة بإثراءك عربيا وأيضا عادت إليك في مشاركاتك في العمل الفلسطيني يعني فيما يتعلق بموضوع المشاركات العربية قلة من زملائنا عملوا أو شاركوا في مسلسلات خارج الوطن في الأردن في سوريا في مصر نحن نطمح أن نشارك في أعمال درامية عربية وهذا يؤدي إلى تسويق الفنان الفلسطيني وبالتالي يتم معرفته على مستوى الوطن العربي بالنسبة لي أنا صادف أنه شاركت في أكثر من عمل خارج الوطن يعني بتذكر من بداية التسعينات لأواسط 93 شاركت في مجموعة من الأعمال الأردنية كنت مقيم في الأردن في ذلك الوقت وبذكر على سبيل المثال كان في مسلسل اسمه النخوة ومسلسل كان اسمه آن الأوان مسلسل مصري وبالمناسبة بالمناسبة كان لكن صور بالأردن وفي المرحلة الأخيرة مسلسل الاجتياح اللي أخرج المرحوم شوقي الماجري وتم تصويره في سوريا وكذلك مسلسل من سنتين تقريبا الوسواس محامي الشيطان اللي أخرجه المخرج السوري جارو أراد هذا في الأردن ونأمل ان تكون لنا مشاركات مع فنانين من دول عربيه من اجل ان نسوق ليس فقط الفنان الفلسطيني ولكن الحكايه الفلسطينيه والروايه الفلسطينيه التي يعني قليل من الناس في الوطن العربي يجهل حقائقها بشكل عام جميل لربما هذه النقطه مهمه جدا للحديث عنها وهي موضوع الحكايه الفلسطينيه بشار لما نتحدث عنها بشكل عام وانت كتبت واخرجت المسلسلات الفلسطينيه ايش اكثر النقاط اللي ركزت عليها في خلال التصوير وايش الهدف كان من هاي الاعمال انا بحس الناس بتميل للشيء الكلاسيكي القديم التراث الفلسطيني عندنا غني جدا سواء القروي في الريف او المديني يعني بتحسي فيها ترابطات ببعض بطريقه غريبه جدا يعني جديد بنكتب في شيء عن مدينه نابلس قبل حوالي 100 سنه فيها ترابط بينها وبين القرية رائع حتى بالتفاصيل الحياة سواء بالملابس أو باكسسوارات البيوت بالفرش وما إلى آخره أنا اللي بدي ألفت نظرك ونظر السادة المشاهدين إحنا بحجم المعاناة اللي منواجهها في كتابة النص كونه ما عندنا مثل ما أسلف الذكر الأستاذ حسين كتاب متخصصين أنا متخصصين متفرغين طالما ما في انتاج بس السيناريك. انت من وين بتجيب الافكار؟ الفكره ما هي الفكره مهمه ايضا لتوجيه رساله احكي لك اما شيء عايشته، شيء سمعته، شيء قراته، كمان في شوي يعني بسقط خيالي او او الشيء اللي بحب اشوفه بواقعي كفلسطيني او بحب ارجع له بالماضي تبعي انا تابعت الكثير من الاعمال لبشار هو الفكره كان في نموذج اجتماعي اكثر من الحديث عن محتل او هي ايصال فكره الحياه الفلسطينيه اليوميه يعني تفاصيل حياه جميله برايك استاذ حسين يعني احنا اصحاب قضيه اصحاب حق اصحاب كلمه حقيقيه على ارض الواقع لكن بالمقابل هنالك الكثير من المعيقات يعني ازاحت شوي الفلسطينيين عن الساحه او عن المشهد الدرامي او عن السينما اليوم لما او الفلسطينيين بتجسيدهم لانه كثير من يعني الدول العربيه مشكوره يعني عززت الوجود الفلسطيني بالعديد من النصوص لكن لم تستعن في الفلسطينيين اذا ما حكينا بهذه الطريقه زي ما انت قلت ايش احنا بحاجه اليوم عشان نقنع المستثمرين فينا والمنتجين ويلتفتوا لنا هو دائما يقال إنه, انه راس المال جبان للاسف الشديد انه ان رؤوس اموال في فلسطين قادره ان تنتج اعمال وانا على سبيل المثال ساطرح لك بعض التفاصيل المتعلقه بالسينما سينما في ان سينما وتشارك في مهرجانات لكن التمويل ياتي من اطراف مختلفه من دول او من مؤسسات سينمائيه دوليه من فرنسا من اوروبا بشكل عام بناء على علاقات شخصيه مع هؤلاء المخرجين او بناء على مسابقات بيعملوها واللي بيكون مقدم مشروع فيلم ممكن يفوز فيه هدول الحالتين احنا بحاجة انه يكون في دعم رؤوس الاموال الفلسطينية يجب ان تلعب دور اساسي في موضوع صناعة دراما فلسطينية لانه اكرر كما قلت سابقا الدراما بالنسبة لنا هي نوع من المقاومة طبعا نحن طبعاً. وضعنا استثنائي فبالتالي هناك تخوف عدم ثقة في نجاح أعمال فلسطينية طب لماذا تنجح الأعمال الفلسطينية السينمائية عالمياً خلينا انا وياك نتابع المقال الشارع الفلسطيني حول ابرز الاعمال التي تبعها من الدراما ورايه فيها أنا بالنسبة لي بحب أحضر الدراما الفلسطينية أكثر شيء بالنسبة لي حاليا يعني في واقع بتطبق بفلسطين زي مثلا القصة اللي صارت قبل فترة الستة اللي هربوا من السجن تمثل لهم و... اتمثل <applause> لهم مسلسل كان شيء عن سجن جلبوع. عن انا تقريبا او كنت بحضر او كنت بحضر قليلاً ما اتابع واذا بتابع شيء تاريخي او شيء ديني له علاقه بالمسلسلات الدينيه بحضر في رمضان رامز مصري هو وبحضر كمان جلطه بحب يعني كيف انه يعرضوا يسووا مسلسلات انه بتحكي عن القضيه الفلسطينيه عن اعتقال شبابنا وداخل السجون اسرانا كيف بتعاني داخل السجون تعرض الواقع الفلسطيني تعرض الاحتلال مثلا شو بمارس اضطهاد على الشعب الفلسطيني احنا بنتمنى انه في فلسطين عندنا يكون إشي مرتب وشيء محترم وثائقي طبعا الشيء المرتب اللي, اللي يكون انه يحكي عن معاناه شعبنا الفلسطيني على الحواجز وعن وعن القدس على المسجد الاقصى المبارك انه الناس ما بتقدرش تمرق على على الحواجز اللي تروح تصلي استاذ حسين يعني كلمتك الاخيره للمشاهدين وباش توعدونا لقدام والله تحيه للمشاهدين على امتداد مساحه الوطن العربي. نعدكم ان شاء الله بان نحفر في الصخر من اجل خلق دراما فلسطينيه تنافس على المستوى العربي باذن الله كل الشكر لكم نورتونا استاذ حسين نخله وايضا بشار النجار نورتونا في هذه الحلقه من بيت للكل مشاهدينا بختام هذه الفقره لازم دائما نتذكر انه الحياه بمجملها دراما واحنا ابطال فيها مهما حاولنا نقل او استلهام او حتى دغدغه خيالنا الا انه بتضل الدراما انعكاس لواقع الحياه بجمالها بقبحها وايضا انعكاس لدواخلنا ولنفوسنا ولطموحاتنا ولما نعانيه وما نامل به